بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء عمران خان بأن والأول مرة في تاريخ البلاد أعداد سياسية وطنية بالإجماع ويقتل شعب واحد، يجب التقدم بشكل مساوي في جميع حلقات المجتمع ففي مراسم تدشين السياسة الوطنية في إسلام آباد. قال رئيس الوزراء بأن العدالة يجب أن تكون مساوية للجميع. قال فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي بأن العالم يتقدم بسرعة في التكنولوجيا المعلوماتية، ويتعين على الباكستاني أن يتماشي مع خط التقدم، كما أن البلاد تشهد سرعة سماتاته في مجال التكنولوجيا المعلوماتية. ففي كلمة ألقاها في مراسم اختتام ورشة هواوي التكنولوجيا المعلوماتية، قال فخامة الرئيس أن المواطن الباكستاني يجب أن يستفيد من الفرص المتاحة أمام في هذا المجال من أجل تنمية وازدهار البلاد. أدت رئيس مؤتمر كافة أحزاب كشمير مسيرة عالم باكر الأعمال الموسيقية التي تمارسها القوات الهندية في كشمير المختلفة حول سجن انتحار في نيو دلهي ذات السمعات السيئة عن المجتمع الدولي. يجب أن يلتفت إلى ما يجري في هذا السجن من انتحار فادى لحقوق الإنسان وخرق فادى لما وعدت به الحمل لأسرة الدولية بشأن الشعب الكشميري. في منطقة ميران شاه في أوزبكستان الشمالية انقذت قوات الأمن العمليات العسكرية ضد الإرهابيات بناء على المعلومات السرية، فطالت من إرهابي وألقت القصف على آخر، كما تم العثور على كميات من المتفجرات والاعتداد هذا وقد أصيب جنبي جراح في العمليات. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.